أنا من محافظة حلب الشباء، أنا هون بحمص. أنا جاي أدافع عن أهلي وإخواتي، عن كل مواطن شريف ومخلص بالوطن. الشعب السوري شعب كله إن شاء الله إخواتنا، وراح يكون ويتم أخونا بالسلاح وبالدم وبالمال وبالأرض. أنا من درعا وهلا موجود بحمص لدافع عن أهل حمص، مثل ما أهلي بدرعا وأهل حمص أهلنا، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. أنا من ريف الشام، مهمتي هون أنا بحمص، مهمتي أحمي المواطنين وبعيد الأمن والأمان السورية الحبيبة، وبل إن شاء الله يرجع الخير لسوريا مثل ما كان. نحن مهمتنا أنه نساعد هالشعب شان يرجع بيوته ويرجع ترجع بلدنا بخير وسلامة. محافظة الحسكة أنا، وأنا هون هلا حاليا محافظة حمص، جاي عم ندافع عن أهلنا وشعبنا، شعبنا الحبيب شعبنا السوري، تحت سيادة الرئيس، وإن شاء الله ترجع الأمور بخير مثل ما كانت عن قريب إن شاء الله. أنا من حما موجود بحمص هون مشان نعيد الأمن والأمان والاستقرار لسوريا الأسد ولأهالينا بحمص وتحت ظل سيدنا الرئيس السيد الدكتور بشار حافظ الأسد. طبعا نحن هون موجودين لمكافحة الإرهاب، وبإذن الله بدنا نتحرن هنون واللي ما يدعمهم بالأموال والسلاح، وراح نكون نحن المنصورين بإذن الله. أنا من مدينة حلب، أنا جندي بالجيش العربي السوري، حاليا عم نقوم بمهمة بمدينة حمص حتى تستعيد الأمن والاستقرار للآخر، وإن شاء الله عبال عند كافة محافظات السورية ترجع تستعيد الأمن والاستقرار وجميع المواطنين السوريين الشرفاء. ونحن هون حتى ندافع عن بلدنا الأم سوريا من أي شخص بيمد إيده عليا أو بيمس بسوء. أنا من مدينة دمشق من حي الصالحية، وموجود هون للدفاع عن أهالي حمص، مثل ما في عساكر بيدافعوا عن أهلي بمدينة الشام وأريافها، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. أنا من ريف حلب، نحن الجيش العربي السوري، إحنا هون جايين للدفاع عن المواطنين والدفاع عن الوطن كله. فلم لا نتوت ولم لا نشيد.